ما قولكم برجل يدعو الآخرين لدخول غرفة زوجته أثناء الولادة؟ وما قولكم أيضا بشابة تسجن والدتها بتهمة السرقة؟ أنا محمد الرميحي، أصحبكم عبر إيكو عربي برحلة مع المشاهير الجدد وكيف يتخطون المحرمات وسط التصفيق. نبدأ أولا مع عائلة الترك الذين يحاولون لعب دور كردشيان العرب. بدأت قصة عائلة الترك بظهور الطفلة حلا ببرنامج للمواهب. حققت الطفلة شعبية كبيرة بين الأطفال، وكان عملها محمودا بالبداية، لكن ما جرى لاحقا أن القائمين على الطفلة وهما والداها تطلقا وصارت الطفلة بينهما. ومع ضغط الشهرة كبرت الصغيرة تحت الأضواء لتجد أن كل تفصيلة بحياتها الخاصة منشورة في الصحافة. فظهرت مشاكل الأب مع طليقته والدة الطفلة، ثم زواجه من المغنية المغربية دنيا بطمة. وبعد فترة دخلت والدة الأب على الخط وأعلنت ببيان رسمي أن دنيا بطمة ليست ست بيت، ليرد ابنها عليها ببيان مضاد على مواقع التواصل يكذب والدته ويؤكد أن زوجته ست بيت. لم تتوقف أخبار الترك عند هذا الحد، بل ختمته حالة قبل فترة بسجن والدتها بتهمة السرقة. ومن عائلة الترك في الصحافة إلى عائلات اليوتيوب الجدد، إذ ظهر علينا اليوتيوبر السوري أنس وزوجته أصالة يرصدان تفاصيل حياتهما الدقيقة بلا أي رادع. وصل الأمر بأنس إلى إهانة واحدة من أعظم قيم الرجل الشرقي، وهي أمانته على أهل بيته، إذ بث تفاصيل ولادة زوجته لطفلتهما وتفاصيل المخاض في غرفة المستشفى. من هؤلاء؟ ومن أعطاهم الحق بهتك ستر الأسر وتخطي القيم؟ وما هو المبرر لذلك؟ للأسف انتشر النموذج وصار موضة ليخرج علينا اليوتيوبر المصري أحمد وزينب، إذ وضب الشاب على نشر فيديوهات لزوجاته وهي تلد، وكان يستخدم هذه العناوين حرفيا على تلك الفيديوهات. أخيرا زينب جالها الطلق وفيديو الولادة كامل من داخل المستشفى، غيرها من العناوين على هذه الشاكلة. لاحقت السلطات أحمد وزينب فهربا خارج بلدهما، ولكن استمرا بفيديوهاتهما بالنبرة ذاتها. انتشرت الظاهرة وبدأت تظهر أسر أخرى تهتك سترها وتنشر تفاصيل حياتها على يوتيوب. والكارثة الأعظم أن هؤلاء يحظون بمتابعة هائلة، هي من تشكل لهم دخلهم وتشجعهم. فأي حلقة ينشرها هؤلاء تحقق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، كما يحظون بدعم مواقع التواصل نفسها التي ترى في محتواهم لا شيء ويحبه عدد كبير من الناس. لن نخاطب صانعي تلك الفيديوهات، بل سنخاطب الجمهور الذي صنعهم. إن كنتم تؤمنون بالأديان فأنتم أول من سيحاسبه الخالق على تشجيعكم لهؤلاء. إن كنتم لا تؤمنون بالأديان وتتابعونهم فأنتم تساهمون بتدمير حياة أطفالهم وتسهمون بتحطيم قيم العائلة والمروءة والنخوة. سلام من الله عليكم ورحمات وبركات. إيكو عربي.